من الخطوات المهمة في البناء مع تسعيرة تغريبية، فمثلا عند الحفر، دح الأرض، صبة النظافة، صبة القواعد، صبة رقاب القواعد، الدفان، صبة شناجات البيت. إلى هني التكلفة من 10 إلى 12 ألف دينار، هذا اللي ياخذ المقاول منك، بينما التكلفة الفعلية على المقاول ما تتجاوز من 3500 إلى 4000 دينار. نكمل العملية: صب بلاط الأرضية، أعمدة الدور الأرضي، سقف الدور الأرضي، عمدان الدور الأول، سقف الدور الأول، من بعدها عمدان الدور الثاني، سقف الدور الثاني. 10000 دينار اللي ياخذها المقاول تقريبا، بينما التكلفة الفعلية عليه من 5000 إلى 6000 دينار كويتي.